هنشوف حوار مع القنصل المصري في أسبانيا الأستاذ طارق سراج في ضيافة الزميل كريم أحمد في معسكر الأهلي في أسبانيا. نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير نرحب بالأستاذ عماد حسين والأستاذ محمد البهنساوي. طارق سراج القنصل هنا في اسبانيا اللي مشرفنا طبعا في معسكر النادي الاهلي، بنرحب بيك طبعا يا معالي القنصل، ومتواجد مع النادي الاهلي وشايفين كمان الاولاد النادي الاهلي وحب اكيد النادي الاهلي. النادي الاهلي بيمثل مصر في كل المحافل، بشكل عام بتشوف المعسكر ازاي وانطباعك ايه النهارده بعد اول لحظات ليك في الوصول؟ طبعا تنورتونا وشرفتونا. انا شايف اجواء ايجابيه جدا في المعسكر، شايف جديه من اللعيبه، وطبعا هو ده يعني السمه المميزه للنادي الاهلي دايما. النادي الاهلي دايما هو بيمثل مصر وهو قيمه وتاريخ سواء على مستوى افريقيا او على مستوى العالم، من الانديه اللي بتقدم دايما اداء راقي في البطولات القاريه وبيبقى ليها متابعين ومشاهدين في كل انحاء العالم. واللي انا شفته النهارده ان في جديه وفي اصرار وفي استفاده قصوى من المعسكر اللي هم الموجود هنا في أسبانيا في منطقة أليكانتي. المكان اللي احنا متواجدين فيه مكان مميز جدا لانشاء معسكر، لكن بشكل عام يعني المكان طبعا حضرتك درسه وعارف الاماكن الكويسه جدا هنا، أليكانتي كلمنا عليها وكلمنا على الفرق الكبيره كمان اللي بتيجي هنا في المعسكر. طبعا كلنا عارفين ان هنا في أليكانتي في فاسيلتيز، في منشات رياضيه على اعلى مستويات، وفرق كتير قوي سواء اسبانيه او من خارج اسبانيا بتيجي تجري هنا، سواء على مستوى الفرق بتيجي تجري معسكراتها التدريبيه او على مستوى شخصي. كلنا عارفين ان دايما مراحل الاستشفاء كان نجمنا الكبير محمد صلاح والمدرب اللياقه البدنيه بتاعه هو اسباني الجنسيه، ودايما بيجيبوا هنا للاستفاده من المنشات الرياضيه الموجوده في اسبانيا. الجو والطقس هنا مختلف بشكل كبير، يعني بتبقى الساعه 11 بالليل ولسه النور طالع طارق بيه، طبعا امر شفناه سبحان الله. طبعا ده ده ده, ده امر مهم وزود اللعيبه خبره بشكل كبير جدا. كلمنا عن الجو والموضوع ده اثر معاك اول ما جيت هنا ولا لا؟ لا اكيد هو اثر معايا، لان احنا اول شهر ليه هنا في اسبانيا كان رمضان في شهر 8، فطبعا احنا كنا يعني بنفطر ساعه حوالي 10 ل 10 مساء، بس يعني سنه بعد الثانيه انت بتقدر تاخد على الاجواء ديت وبتقدر انها تبقى جزء من حياتك، وهو بيبقى بيديك مساحه اكتر للاستفاده باليوم، يعني بيبقى تقدر، وخاصة لو في معسكر تدريبي انت بيبقى عندك مساحة النهار كبيرة تقدر ان انت تعمل العديد من الأنشطة التدريبية سواء على الصبح وسواء بالليل، وهو مش بيبقى بالليل الدنيا ظلمة قوي، يعني بتقدر ان انت يعني تبقى في أجواء مختلفة. عايز اروح للأبطال بقى وعايز اروح للنجم اللي عايز يتصور مع رمضان صبحي. الأول انا عايز اعرف بيك، قولي لي اسمك ايه؟ انا اسمي مايو. قولي لي يا مايو، انت بتحبي النادي الأهلي بقى؟ انا بحبهم جدا وعلى طول بتفرج على الماتشات وكمان على المنتخب المصري لما كان في افريقيا ولما كان في بطوله افريقيا وكمان بطوله العالم في بتاع كاس العالم في روسيا، كنت بتابعها على طول. في انت هتتصوري مع مين اول واحد هتتصوري مع النهارده؟ رمضان صبحي. اسمك ايه؟ حسام. حسام ايه؟ حسام غالي ولا حسام حسن؟ قول اسمك. حسام طارق كذا، قول طارق سراج. قول لي انت بتحب مين في اللعيبه وعايز تتصور معاه كده؟ رمضان صبحي. هو رمضان في شبه منك بصراحه. قول لي كمان انت بتحب النادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي في الماتشات ولا لا؟ بشجع. طب عايز تقول لي للعيبه وتحب تقول لهم ايه؟ العبوا كوره و ناخد الدوري وتسابوا الدوري. برافو عليك. قول لي اسمك ايه؟ هيا. هيا عامله ايه؟ هيا كويسه. انت بتحبي الاهلي قوي؟ بتحبي مين في الاهلي؟ بتحبي مين في لعيبه الاهلي ولا مش عارفه مين اللعيب؟ انا بحب محمد صلاح. بتحبي محمد صلاح؟ محمد صلاح في المنتخب. قولي لي الاهلي ياخد الدوري ولا لا؟ قولي ان شاء الله بقى الاهلي ياخد الدوري. ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري. ربنا يخليهم. طبعا اعترف بيه. طبعا عايز اقول لك شرفت طبعا المعسكر كالعاده، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعود من هنا بتركيز باستفاده كويسه تعود عليه ان شاء الله في بطوله الدوري. الله وان شاء الله ياخد الدوري باذن الله، كلنا منتظرين كده ان شاء الله. ميرسي جدا، تحياتي. ميرسي جدا، شكرا.